سيد وزير، ما هي الإسهامات ديال الوزارة ديالكم وبخصوص المعرض ديال الكتاب في تشجيع المغاربة على القراءة، علما أن المغرب وللأسف موجود في الصفوف الأخيرة من البلدان اللي القراءة ما تعرفش مستوى مرتفع. ثانيا، ما سمعتش شي حاجة على إفريقيا. المعرض السابق كان له دور في تشجيع الكتاب والإبداع بين المغرب وإفريقيا، نريد توضيحا في هذا الموضوع. بالنسبة للسؤال الثاني، وانت سي شاكر حضرتي الندوة الصحفية ديال 2022 وديال 2023، وعرفت بأنك عندك واحد الذاكرة تبارك الله عليها. نذكرك بأن قلنا بأن ذاك المجال أو المكان ديال لي زيديتور افريكان غيولي دائم. هذا علمنا عليه في 2022 و2023، بأن بعد يعني فاش كانت الرباط احتضنت أو كانت عاصمة للثقافة الإفريقية، وأمام نجاح حتى ديال الناشرين ديال الدول الافارقه الاخرى اللي كانوا حاضرين معنا، وكان واحد اقبال مهم جدا من طرف المواطنات والمواطنين. وبالطبع هي كذلك فرصه لنا باش نتعرفوا عبر القصص وعبر الروايات على 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 الثقافه ديال مجموعه ديال الدول الافريقيه. فدائما غيكون هناك واحد المكان مخصص بصفه عامه، يعني بصفه دائمه للناشرين للدول الافريقيه الاخرى. حاولت قبيله في التقديم نجاوب شيئا ما على 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 السؤال اللي طرحتيه في الاول على الاشكاليه ديال القراءه بصفه عامه والاجتهاد اللي كتقوم به وزاره الثقافه. مزيان نعاودو نذكروه حتى هو بان مجموعه ديال المبادرات قامت بها الوزاره ومجموعه ديال الانطلاقات عطيتها داير هذا الاسبوع، اولهم استثمرت الوزاره في ما يسمى دي بيبليوبوس، اعتبارا بان الإشكالية ديال القراءة وديال الكتاب نعيشها كذلك في العالم القروي. طبعا كنعيشوها في المدن المتوسطة الصغرى والكبرى، ولكن نعيشها كذلك في العالم القروي. والإشكالية ديال العالم القروي كيف ما كتعرفوها هي أن كيكونوا يعني مساحات كبيرة وصعيب يكون هناك مكتبات في جميع القرى. فالفكرة اللي في الحقيقة هذه فكرة ديال هذه سنة تقريبا وفقا عليها في القانون المالي السابق، واليوم يعني الإجراءات كلها الإدارية سالات، وقد نعطيه انطلاقا إن شاء الله الأسبوع المقبل أعتقد لطيفا انطلاقا ديال لي بيبليوبوس، دو بيبليوبوس اللي داروا اللي تم الاستثمار فيهم باش يديروا جولات في جميع القرى المغربية باش نقربوا مرة أخرى الكتب والقراءة لجميع المواطنات والمواطنين. أما أنا لا أتفق مع الفكرة أن المغاربة ما كيقراوش، لا أعتقد. أنا جاوبت على هذه الإشكالية، يمكن الأرقام الرسمية، ولكن كاين الأرقام الرسمية وكاين الأرقام غير رسمية. إلا جينا نسولوا المغاربة شحال كتاب كيقراو راه غنتفاجئوا. والقراءة اليوم كاين القراءة بالطبع بالكتاب الورق، وكاين حتى على ليكتور ديجيتال دابا اليوم تعمات وفابور. فكاين هناك اهتمام بالقراءة. هذا لا يعني بأن ما خصناش نديروا مجهودات، خصنا نقويوا هذه المجهودات، خصنا نبسطوا مجموعة ديال الأشياء، وخصنا خاصة أنا يعني هذه قناعة في مجال الثقافة بصفة عامة. ديمقراطية الثقافة هو واحد الثمن اللي كيكون مناسب للمواطنات والمواطنين. ما يمكنناش السميك ديالنا كي 3000 درهم والكتاب 200 درهم ولا 100 درهم ولا 80 درهم. يعني صعيب اي مواطن يشري جوج ثلاثة أربعة ديال الكتب في الشهر. نفس الشيء في المجال السينمائي في المجال المسرحي وزيد وزيد. فهاد العملية خصنا نخدموا لها. يعني يفو شونج من لا دوغما، فلاص ما يولي عندنا الفكرة هو أن كل واحد يدير كتاب، نديروا مجموعة ديال الكتب ولكن يكون واحد ثمن مناسب. نفس الشيء بالنسبة للأعمال السينمائية راه درناها بالنسبة في القاعات الثقافية اللي عندنا في المملكة المغربية بواحد ثمن ما بين 15 و20 درهم. نفس الشيء بالنسبة للأعمال المسرحية وزيد وزيد من أنشطة ثقافية اللي خصنا نقربوهم للمواطنات والمواطنين. وشكرا. بعد نجاح ديال المعارض 2022-2023 اليوم في إطار حتى يعني الاختيار ديال ضيف الشرف اللي هو مؤسسة اليونسكو، كنعتبر بانه غيكون هناك واحد الاهتمام كبير من طرف المواطنات والمواطنين، وحتى تعريف العمل اللي كتقوم به المغرب داخل هذه المؤسسه والعمل اللي كتقوم به هذه المؤسسه للحمايه على التراث المادي الغير المادي للتعريف بالثقافه والثقافات على الصعيد الدولي. الفكره الاساسيه بالطبع دائما هي دعم القراءه والكتاب المغربي. هذه فرصه للمواطنات والمواطنين للتقرب اكثر واكثر من كتابهم يعني على الصعيد الوطني، وحتى فرصه باش المغاربه
يشريوا الكتب، لان مجموعه ديال المناطق كاين هناك غياب ديال المكتبات الثقافيه، وهذه نقطه كنحاولوا كذلك الوزاره تلقى لها حلول دائمه وشامله باش ما تبقاش الاشكاليه ديال القرب ديال الكتاب عبر مجموعه ديال المبادرات. تكلمت قبيله على البيبليوبيوس، تكلمت على الدعم اللي يمكن له يكون المكاتب الثقافيه، تكلمنا كذلك على دمقره الثقافه بواحد المفهوم ان الكتاب يولي بواحد الثمن اللي كيحترم جيوب المغاربه. فهاد المجالات كلها بالطبع كنشتغلوا لها، زائد هذه المعرض اللي هو فرصه مره اخرى بالخصوص للقاء ما بين الكتاب والمغاربه. هناك طموح لايصال عدد الزوار اكثر من نصف مليون. هذا خيار ديال المغاربه في الاخير. حنا كنديروا الاليات اللازمه باش المواطن المغربي يتمتع بالقراءه بعلاقته مع الكتاب ديالهم. وحنا ماشي نص مليون، بغينا 40 مليون مغاربه يوليو كيستافدوا من هذه الانشطه الثقافيه. كاين هناك حيز مخصص في البرنامج الثقافي اللي غنعلنوا عليه ان شاء الله يوم الاثنين للأنشطة الثقافية. بالنسبة لجديد الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي ينظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبشراكة مع جهة الرباط الصلاة القنيطرة، جديدها يشمل العديد من الجوانب. أولا على صعيد الدول المشاركة وعدد دور النشر التي ستحضر معنا لهذا المعرض، عدد الدول المشاركة هذه السنة 48 دولة، بالنسبة لعدد دور النشر يفوق 700 دار نشر، منهم 40 دار نشر جديدة تشارك لأول مرة في المغرب. وهذا الاختيار أننا يعني دور نشر جديدة أولا هو لتنويع المعروضات، وكذلك استقطاب كذلك دور نشر جديدة ستحضر معنا في المعرض. الجديد أيضا سيكون من خلال البرنامج الثقافي الذي سيتضمن أزيد من 240 نشاط، والذي سيخص يعني جوانب متعددة ولقاءات فكرية، تكريمات، كذلك تقديمات لجديد الإصدارات 2023-2024 مع إصدارات ديال المواطنات والمواطنين. وغتشوفوا هادشي يعني غتعطي لكم الفرصة باش ديروا زيارات ديك الساعة، لأن هذا ماشي سوق، ماشي الدولة اللي كتبيع الكتاب.